حبايبي في الجوال كل سنة وطيبين. النهاردة هنقفل آخر حاجة في الألجبرا، هناخد حاجة اسمها HCF، وهنكمل كمان وناخد حاجة اسمها البارتيشن بتاع الاستاتيستيكس. طيب احنا لما نيجي نتكلم على كلمة فاكتورايز HCF، الكلام ده هتاخده ان شاء الله بتوسع في بريب 2 ترم كامل كلمة فاكتورايز، بس ده هيبقى بدايتك. لما اجي اقول لك فاكتورايز واقول اتش سي اف، يبقى الهاي خدنا منها الفيرست ليتر، السي خدنا الفيرست ليتر، الاف خدنا الفيرست ليتر. كل الدرس ده بيقول لك دور على الكومن، وكلمه كومن يعني لو انا مدي لك تو تيرمز الموجود هنا وهنا، طب مدي لك ثري تيرمز الموجود هنا وهنا وهنا. طب معلش يا مستر انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده، خد بالك معايا واحنا دلوقتي وصلنا لغايه اكسرسايز 14 لو انت حابب تطبق، ولما اقول اكسرسايز 14 مليان اسئله، لما تيجي تحل السؤال بيبقى فيه اكتر من 10 مسائل، تاخد واحده لانهم كلهم زي بعض. تعالى كده نكمل مع بعض، وطبعا اكيد هستخدم الكالكوليتر. ايوه بص معايا يا صلاح، ده سؤالي فايند ذا ريزلت، وادي كلمه اتش سي اف وليها شكل تاني ممكن يجي لك في كومبليت او تشوز. بص معايا ادي مسالتي، لو انت خدت بالك ايه ده يا مستر ده مديني نمبر، ايه المشكله ان انا ادي لك نمبر؟ انا بقول لك اتش سي اف، حضرتك تفتكر كلمه ايه؟ هاي كومن. خلينا في كومن، خلينا كومن. ايه ده يا مستر انا فاكر الدرس ده انت كنت بتديهوني صح؟ يلا بقى معانا هشام على التليفون. فاكر ده كنا بنقول ناخد ايه؟ انس قاعد نفسك على البورد، مصطفى طه براحتك اهو انا هستنى، استني بس. جنة انت حضرتي معايا ده على فكره وحليتي معايا. طب حاضر طب اسمع بس، حاضر نسمع ايرين الاول. طب لا خالص 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 فريده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يعني ناخد النمبر بعلامه التايمز؟ اقول له هو ده الدرس، هو ده الدرس. يبقى لو نمبر هاخد هنا ال 15 15 15، قلتها لك في الراشونال كنا بناخد الراشونال ومعاه تايم، يبقى انا هنا يا مستر عندي الكومن 15 باخدها بعلامه التايمز عشان اشوف ايه الريميندر. يبقى الكومن، اسمع حبيبي المره دي عندي نمبر بس، ايوه هاخد النمبر 15 بعلامه التايمز واطلع بالقلم البنسل اكنسل، عشان هعمل ايه؟ هعمل البرنتسيز واكتب الريميندر. ايه الريميندر؟ 17 بلس، يبقى هنا مفيش تايمز، ايوه 13 ماينس 30، ادخل دول في الكالكوليتر. مين اللي جايه مستنيه؟ 15 تايمز، دخل ده في الكالكوليتر يطلع زي ما يطلع، ما بحفظش. طب ما انا عارف، واي نمبر وادي الستبس، ايوه يبقى السؤال ده ممكن يجيني نص سؤال 3 ماركس، ايوه انا عايز الستبس بالشكل ده. تعالى كده نشوف الفكره الثانيه وبسرعه. ايوه حبيبي ايوه يا عمر، اسمع بقى وبص معايا، هل الفكره دي زي بتاعه المره اللي فاتت؟ طب فكر وما تقولش لا ولا لا يا مستر، احنا عايزين اتش سي اف، احنا عاوزين الكومن. قول حبيبي ستوب، حلوة قوي دي 15 اهي 15 15، هناخدها بايه؟ طب التايمز جاي قبل منها، مش مهم برضه خدها بالتايمز اهو، اطلع اكنسل 15. بص بقى المره دي سوري المفروض اكنسل دلوقتي، ما جاتش ليه اهو، خدت ال 15 دي ودي دي 15 باور 2 يعني 15 مالتبلاي 15، هاخد واحدة تتبقى واحدة. بص تاني، بص بقى المرة دي، ايه ده؟ يا مستر انت قلت مش هلاقي تايمز جوه، ليه المرة دي لقيت؟ اسمع دي 15 باور 2 يعني 15 تايمز 15، ايه ده؟ وفي كان قبل منها 6 تايمز تاني 15 باور 2، اي نمبر باور 2 يعني مالتبلاي اتسيلف. طب انا هاخد دي
تتبقى دي ودي اهو. خدت دي تتبقى الايتين، خدت دي تتبقى ماينس ايه. خد بالك الدرس فين، ولازم اتعود اقول ده باور 2 يعني عندي 2 نمبرز ملتبلاي. طب كان في 6 قبلها ولا ليا دعوه بيك. طب انت يا مستر قلت لي انا هاخد ال 15 بالتايمز، هاخدها من هنا يبقى تتبقى واحده بس قبل منها 6 اهي، دول بدخلهم في الكالكوليتر انزل بال 15 تاني. ايه اللي اتبقى؟ كل اللي جوه ده اهو، هدخلها تاني في الكالكوليتر واجيب الانسر بتاعتي. ادي الستبس وادي السؤال. ده الشكل التاني من درس الفاكتورايز، وده اخر شكل. يبقى اول حاجه اشتغلنا على نمبر، دلوقتي بقى عندي فاريبل او لاتر. بس برضه هو بيقول لي كلمه ايه؟ كومن اتش سي اف. يبقى انا برضه بدور على الكومن، بس الكومن المره دي اتغير. بص كده انا كاتب لك ايه؟ ادي كلمه كومن. المره دي يا مستر الكومن نمبر. اسمع ما تقولش معايا الاول. النمبر هنا اللي هو الكو اوفيشال اللي بيبقى قدام الفاريبل. فهنا عندي 3، هنا عندي 6. يبقى هنا في نمبر، هنا في نمبر. اسال اسال ال 6 اللي هي الكبيره انت تقبلي على 3؟ اه. يبقى اخد الصغيره، هو ده الكومن. اسمع تاني، هنا 3 هنا 6، اخد مين؟ بيجر. اعمله ديفايد. لو ال 6 تقبل على 3 ناخد مين؟ ناخد ال 3 هي الكومن. ادي اول حاجه النمبر. بعد كده اروح للليتر. بص اهو اروح للليتر، هنا اكس وهنا اكس. استنى حبيبي، ناخد السمولست في الباور. بص انا هكتب ايه؟ يبقى انا عندي هنا اكس وعندي هنا اكس، بقى في ريبيت. ناخد مين؟ اللي هو سمولست باور. يبقى اخد اكس باور 2 ولا اكس؟ اكس بس اهو. يبقى بقى عندي في 2 كومن، نمبر وفاريبل. طب وبعد كده اعمل البرانتسيز، افتح البراكت، اعمل ايه؟ اقول له 3 ديفايد 3، برجع اخد ده واعمل ديفايد. 3 ديفايد 3 1، اكس باور 2 خدت منها اكس، اقول له بعمل ماينس في الباور. يبقى ده اهو، بص معايا، يبقى ادي دي لما اعمل لها ديفايد تديني اكس. 6 ديفايد 3 ادي بلس تبقى 2، اكس ديفايد اكس يروحوا مع بعض، فينش، خلصت. برضه سؤال وسؤال مضمون، 3 ماركس ادي السؤال. طيب يا مستر انت بتقول لي كومن، اشوف النمبر وبعدين الفاريبل. طب هنا 3 هنا 5، احنا قلنا هناخد مين؟ يا 5 انت تقبلي على 3؟ لا لا، خلاص يبقى مفيش بينهم كومن، خلصت. طب خد المفاجاه، هنا بي هنا مفيش بي، ينفع اخد بي كومن؟ لا. يبقى هي مش عافيه. انت بتسال عشان انا فاهم. هنا نمبر هنا نمبر، خدت الفايف، يا فايف انت ديفيزبل باي 3؟ لا. يبقى خلاص سيبها. هنا ايه هنا ايه؟ يبقى كومن. ناخد مين فيهم؟ سمولست باور. يبقى مفيش غير الايه. طب ينفع اخد البي؟ لا. ليه؟ ما انت بتقول كلمه كومن لازم يبقى معايا ومعايا، لازم يبقى في الفيرست تيرم والسكند تيرم. خلصنا؟ اقول له يلا بقى نلعب. هنا 3 هل هعمل لها ديفايد حاجه؟ لا. شكرا. ايه باور 2 خدت ايه؟ شفت بقول ايه؟ خدت، عشان هقول ماينس للباور. فايف مفيش حاجه. ايه خدتها؟ نشترهم الاثنين. يلا باي باي، وادي البي وخلصت. هو ده كده الدرس؟ سهل. ان شاء الله سهل قوي. طب معلش تعالى يا مستر نقول واحده كمان. حلو. حبايبي بيقول لي فاكتورايز، وهنا اتش سي اف. حضرتك بتلعب مع النمبر الاول وبعدين الفاريبل. طب هنا في 15 وهنا 5. اسال مين؟ الكبيجر. اللي هو مين؟ 15. يا 15 انت ديفيزبل على 5؟ اه. ناخد الصغير ولا الكبير؟ صغير. ما ناخدش الانسر، ناخد الفايف. يلا بقى بنفس الطريقه، هنا ايه هنا ايه؟ ناخد السمول باور. يبقى ناخد باور 3 ولا باور 2؟ باور 2. حلو خالص.
انا لسه بلعب اورال كله بحل اهو هنا بي وهنا بي باور 2 شكرا. هو ده حبيبي انت لازم تتعلم تقول سيبي حبيبتي الكشكول وخدي ودي معانا. هنعيد تاني. انت بتقول لي انا عايز الكومن. ابدا الاول يا مستر معايا 15 ومعايا 5. اسال البيجر يا 15 انت ديفايد 5 ديفيزبل باي 5 اسمها كده ديفيزبل باي 5 يعني تقبالي على 5 يبقى اخد ال 5 مش اخد الانسر مش هقول له اخد ال 3 اروح بقى للايه هنا ايه وهنا ايه لازم اقول فيبقى هاخد ايه باور 2 لسه في بي وهنا بي باور 2 هاخد ايه ادي ده ادي كده نص اجابتك اعمل ايه بعد كده اعمل براكت انت سيز بص بقى معايا معلش انا غلطت ان انا جاوبت على طول بص هتقول ايه 15 ديفايد 5 اروح كاتب هو صح المفروض هنا 3 شفت بقى واخد ايه باور 3 اخد منها يتبقى لي ايه والبي خدتها خلاص اكمل ماينس 5 ديفايد 5 3 وخلاص ما نكتبوش ايه باور 2 خدتها بي باور 2 هاخد منها بي تتبقى بي نقولها تاني لا طب معلش نقول تاني 5 ديفايد 5 1 مش هكتبه ايه باور 2 ديفايد ايه باور 2 مش هكتبه لانه 1 دي كانت الحصه اللي قبل اللي فاتت هنا بي باور 2 هنا بي انت هاخد منك واحده تتبقى واحده طب وبعد كده هل في بلس او ماينس ولا اي حاجه وادي المساله خلصت تعالوا نفكر بصوت عالي ونشوف لما ابقى لوحدي افكر ازاي في مساله اتش سي اف اول حاجه هندور على النمبر هنا عندي كام 9 وهنا 6 وهنا 12 تفتكر مين الكومن فكر استنى بس استنى يا برنس استنى يا برنس 9 استنى يا برنس نسمع 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 اسمع حبيبي بص يا بابا يا 12 انت تقبلي على 6 ايوه بس ال 9 ما تقبلش لكن انا هدور على حاجه تنفع ليهم هما الثلاثه يا ابني اسمع تاني بص كده بقى لما احتار اتعلم تروح جاي تحت ال 9 تسالها يا 9 انت كام تايمز كام ترد تقول لي اروح لل 6 اروح لل 12 ايه ده بقى في كومن تاني بقى تاني انا تهت مش عارف احل زيك يا مستر خد النمبرز اعملوا فاكتورايز فكه يبقى ادي ال 9 افكها كده وادي ال 6 وادي ال 12 لما انا فكتها كده بسال في كومن هنا وهنا وهنا مين شكرا يبقى دي اول حاجه ادي ال 3 بص بقى اللي جايه دي اروح للام هنا ام هنا ام هنا ام ام موجوده في الكل ناخد مين الصغيره شكرا بص بقى ادي ال 3 ودي ام باور 2 اكمل معايا ان 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 ناخد ان باور 2 ادي حبيبي الكلام في مشكله بعد كده اتفقنا نعمل ايه اسمع بقى اللي جايه دول 3 ترمز يبقى لازم هنا الاقي 3 ترمز دول 3 ترم جوه 3 ترم يعني ايه يعني في ماينس لازم تكتبها له وفي بلس يبقى هنا هيجي حاجه وحاجه وحاجه افهم ما تحفظش وابدا بقى اعمل ديفايد اسمع 9 ديفايد 3 ام باور 4 بص بص تعالى تقول كده هاخد منها ام باور 2 يبقى ماينس للباور يبقى دي ام باور 2 اهدى بص بقى اللي جايه دي ان باور 2 خدتها اصل يا مستر انت قلت لي زمان ان باور 2 ديفايد ان باور 2 از يعني زي 5 ديفايد 5 يعني كام؟ فما اكتبوش ليه يا مستر مش هنكتب عشان في حاجه بنفس الطريقه بقى هروح اكمل 6 ديفايد 3 يبقى دي 2 ام باور 3 خدت منها ام باور 2 تتبقى ام بس ان باور 3 هاخد منها ان باور 2
يبقى انا بعمل ماينس للباور وادي البلس اكمل 12 ديفايد 3 يبقى دي 4 ام باور 2 خدتها باي 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 ام باور 2 ديفايد ام باور 2 1 هنا بقى ان باور 4 ديفايد ان باور 2 ام باور 2 ماينس للباور شكرا بس كده اقول له اه ادي حبيبي طريقه الحل وازاي احل بالراحه وانا ما بخسر يا مستر انت قلت حاجه جميله هنا في نمبر هنا في نمبر هنا في نمبر ناخد مين نعمله ديفايد على مين يبقى هنبتدي اسمع اسمع ما تقولش يا 32 انت تقبلي على الايه حلو اديك انت اللي قلت طيب يا 16 تقبلي على الايه يبقى ناخد مين ايه ادي اول حاجه في مشكله اسمع بس يبقى ادي اول حاجه الايه هنروح على الفاريبل على الليتر اسمع هنا اكس باور 3 وادي 2 وهنا 1 ناخد مين انتوا اللي قلت ولا انا يبقى ادي اكس نمشي بنفس الطريقه واي 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 الواي موجوده ناخد الصغيره في مشكله بص بقى اللي جايه دي ادي يا مستر البراكت بص بقى هاخد 32 واعمل ديفايد النمبر مع النمبر الاكس مع الاكس الواي مع الواي اتعلم اللغه اصل كل شغلك السنه دي اسمه لايك تيرم يبقى الاكس تلعب مع الاكس الواي تلعب مع الواي اكس باور 3 هاخد منها اكسايه واي باور 3 هاخد منها واي واحده ادي يا بابا اللعب يبقى 32 على 8 ادي 4 دي بالكالكوليتر اكس باور 3 هاخد منها اكس يتبقى الناس الزعلانه واي باور 3 هاخد منها واي يبقى دي واي باور 2 واكمل عشان بس ما حدش يقعد حبيبي ركز معايا بنفس الطريقه 16 ديفايد 8 بس يا بابا بس يا بابا اكس باور 2 ديفايد اكس اكس باور 2 اخد منها اكس واي باور 2 اخد منها واي واكمل برضه ما انا قلت لك في 3 ترمز لازم يتبقى برضه 3 يبقى 8 اسمع بقى ال 8 ديفايد 8 اكس ديفايد اكس واي ديفايد واي اكتب 1 عشان لازم تبقى عارف 3 ترم يبقى لازم 3 ترم ادي حبيبي طريقه الحل بالراحه وشكرا.